معايا؟ هيا حل يدك، حل 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 الزرع، حل الزرع. Donc aujourd'hui c'est la remise des tenues de l'Aïd de la part de LG qui a collaboré cette année avec l'association nationale autisme algérie. Alors nous avons, ils leur ont offert les tenues de l'Aïd plus le matériel pédagogique jugé très nécessaire pour le développement des enfants autistes. On va dire que LG cette année s'est axée sur la cause de l'autisme parce que c'est une cause marginalisée par la société, par en général elle est marginalisée on va dire, donc voilà, et ça rentre dans le... dans le cadre des, on va dire, des actions, des activités de LG, c'est-à-dire des activités sociétales, etc. Donc voilà, en fait, c'est une tradition de LG. Chaque année, ils font ça avec une association. À chaque fois, un thème, parfois les enfants nécessiteux, parfois les enfants malades, et cette année, c'est les enfants autistes. Voilà. Merci. السادة والسيدات، أخونا وزميلنا المحترم الشيخ الغالي هو يشرف على على كل ما يخص أموال الجمعية، ولو أنه ما عندناش أموال فيما مرحبا به. صديق أطفال التوحد السيد بلحظة توفيق، على فكرة اللي ما يعرفش توفيق هو توفيق مبرمة كما نعيطوا له حنا وكما الأولياء يحبوا يعيطوا له. هو الشخص اللي بقينا معاه منذ اكتشاف او منذ تشخيص توحد لدى اطفالنا، واحنا يعني نتعاملوا معاه لاننا نشرو عليه كل ما يخص الادوات البيداغوجيه للاطفال. هو الشخص اللي عاون الجمعيه في فتح الاقسام، فنشكر كلكم على تلبيه نداء او دعوه الجمعيه. اليوم رانا في هذا الوحد الجميل بين ملائكة الرحمن اللي هما أطفال التوحد. اللي ما يعرفش أطفال التوحد ممكن راهو يزعجوا شوية الصوت، لكن حنا رانا فرحانين لأننا قدرنا نجمعوا حوالي 70 طفل توحد، وراكم تشوفوا الحالة راهي الحمد لله بعض النشاط الزائد لكنه نشاط جميل. فأنا باسمي وباسم كل أعضاء الجمعية نرحب بكم بيناتنا، نقول لكم شكرا على تلبية الدعوة وشكرا على وجودكم معنا، وإن شاء الله نتمنى أن تكون أول بادرة خير مع الشركة الكبيرة اللي هي شركة ألجي، وهي أول شركة يعني هي اللي طلبت منا أننا تقاسم فرحة أطفال التوحد من خلال ما سميناه من حقي أن أفرح بالعيد، وهي عملية شراء كتبة العيد ل100 طفل توحد. نقدم كل الشكر والعرفان لهذه الشركة الممثلة اليوم في شخص أخي مصطفى الذي أدرك الكثير من الدموع في هذه العملية، خاصة لما بعث له أطفال لابسين الملابس مصحوب بدعاء الأمهات. شكرا سيدي الكريم على كرمكم هذا الذي مثل في يعني في اعماق اعماقنا، لانه هذا العيد امهات اطفال توحد واولياء اطفال توحد ما نفرحوش به يعني كامل. فانتم بفضل هذا الحركه الجميله، بفضل هذه العمليه الرائعه، ادخلتم الكثير من البهجه والسرور على 100 عائله على المستوى الوطني، اذ ما خصيناش الا اطفال الجزائر العاصمه. عندنا 6 ولايات من بينها وهران، الجايه بربوريت اللي راهو هنا ممثل تاع بربوريت يدي الامانه تاعو، جيجن، شلب، وكذلك وهران. فرانا الحمد لله بفضل الله عز وجل
وبفضل العملية اللي قمت بها أدخلتم السرور إلى قلب 100 طفل توحدي. قدم الكلمة إلى أخي وزميلي الأستاذ مصطفى، تفضل مشكور. شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف المرسلين أما بعد، السلام عليكم، صحة طولكم ومرحبا بكم. بمناسبة الشهر المبارك وككل سنة يسر شركة ألجي أن تتقدم بهذه المبادرة المتواضعة لإدخال الفرح والسرور على هذه الأطفال المصابين بفيران التوحد. وهذه المبادرة تدخل تحت إطار استراتيجية ألجي أو سياستها فيما يخص المسؤولية الاجتماعية، آمنين أن هذه المبادرة سوف المتواضعة سوف تدخل البسمة أو ترسم البسمة على وجوه أطفالنا. كما نود أن نشكر جمعية أنا التي لم تدخر جهدا ولا طاقة لخدمة هدفها النبيل، وخاصة السيدة والي رئيس هذه الجمعية. وفي الختام يسر شركة ألجي أن تكون دائما في مساعدة أو في خدمة أو إدخال الفرحة والسرور على الأطفال، ونعدكم إن شاء الله أن هذه المبادرة لن تكون المبادرة الأخيرة لمرافقتكم مع أطفالكم إن شاء الله. ونتمنى لكم عيد مبارك، صحة لكم، وتقبل الله منا إن شاء الله الصيام والقيام وصالح الأعمال وصحة عيدكم. كتاب مشهور عن التوحد، وفي أول مرة كنا قاسمناه على صفحة الفيسبوك للجمعية، كنا جد مسؤولين، كنا نبحث عنه، نبحث عن الترجمة باللغة العربية. فهي اليوم الأنسة آية تضع بين أيدي أطفال وأمهات الجمعية ومختصيها هذا الكتاب الثمين الذي هو ترجمة قيمة، يعني أنا قرأت عليه قريبا، ترجمة قيمة، ترجمة وفية جدا، هو نهج السلوك الحفظي، طرق تعليم الأطفال المصابين بالتوحد والاضطرابات المتعلقة به. شكرا للأنسة آية، خذي معنا الأنسة آية، لدى بنا الأمهات في تشكرنا المترجمة التي وفرت مجهود كبير من أجل ترجمة الكتاب، وأنا كمترجمة أقولكم بأن الترجمة التقنية صعبة جدا جدا، بصفة خاصة لما تكون الألفاظ والعبارات والكلمات تكون خاصة بتوصلاتين لبابور استراتيجية كامل، فأنا نحييها من خلال من هذا المنبر باسم كل أطفال الجمعية وبكل باسم كل أولياء الجمعية الوطنية لإرادة التوحد، نحييها على هذا العمل ونقولها بارك الله فيك، وراح يكون إن شاء الله عمل كريم مستقر بنية الاطلاع به. شكرا لأنسة آية. Je suis très honorée, en fait c'était très difficile, je ne sais pas si vous voulez savoir parce que je suis une gueule, madame,
كتاب تصوير. الشكر الثاني للمؤسسة كل المؤسسة المنسوبة لمعرفة الإمارات اللي عطتني لوكازيون عزيزة باش نترجم الكتاب هذا. Je suis très honorée de l'interprétation de cet hasard, surtout que moi aussi, un de mes cousins qui sont autistes. Je crois que chacun de nous, chaque famille, il y a un autiste. Donc, Inch'Allah, il y a une petite prière, mais il vous sera utile, d'ailleurs. Merci à vous, Taha Issa. راح نمر مباشرة إلى تقسيم فرحة العيد بين ملائكة العيد بين أطفال المتواجدين هنا ونجيب مصورة بهم ونعرفهم واحد واحد على فكرة. آية شخصية كل ما يدخل تكلم شخصية بالاسم ديالو ولا عندي مشاكل ولا عندي مشاكل تاع الأخرى لوقت كي ساجي دونك أكيد انتقام سيتانون باتمون كي جو في سي ما كول سي Madame,
بالميكرو مزيان قولي لها هنا مزيان.